ازيكم يا جماعة، اهلا بيكم الحلقة جديدة من برنامج New Information Academy. معاكم النهاردة موسى. كل مع موسى. النهاردة هنتكلم عن القصة القديمة، دي مش قديمة، الصغيرة بتاعت الليجند، احسن لعيب كورة في العالم بالنسبة لي، ليونيل ميسي. هنقدر نتكلم عن ميسي. ميسي زي ما انتوا عارفين، الناس اللي مش عارفه الستوري بتاعته يفرجوا على الفيديو، ولو جبت له لايكس كتير ممكن نعمل بارت 2 ونتكلم عن حاجات كتير جدا عن ميسي برضه، ماشي؟ وفيوز وسبسكرايبز، انا عايزين كل الحاجات دي، ماشي؟ اول فيديو النهارده بتاع ميسي، ذا ستوري اوف ذا ليجند ليونيل ميسي. ميسي ابتدى ان هو حبيبي واحد عنده 3 سنين 4 سنين، ابتدى ما يلعبش كورة بجيم، ابتدى يلعب كورة زي انا برضو. انا عندي 4 سنين ونص، ابتدى ان انا يا دوبك اعمل شوية حاجات بالكورة، لغاية لما تعبت 5 والستة والسبعة وانا عايز العب كورة لما اكبر اصلا. ماشي، الستوري بتاعت ليونيل ميسي. ميسي ابتدى مع جدته اللي هي كانت بتساعده يروح تمريناته وكل الحاجات وكل احتياجاته لان هو يبقى لعيب كورة. ميسي بقى كان بيلعب في فريق اسمه، والله ما فاكر، بس تقريبا لو قلت غلط ما تاخدوش فيه، اسمها بوكا جونيورز، لا ولا مش بوكا جونيورز، حاجه اسمها بوكا. هو فريق كده كان اسود في احمر، كان بيلعب فيه صغير. فميسي عزيزي مره في اول يوم، مش في اول يوم، مره في يوم يعني، جدته اخدته يروح يلعب في حته. فالكابتن قال لهم، قال لميسي وجدته، الناس الكبار ممكن يعوروه، لو عوروه احنا ملناش دعوه، احنا هناخده على المستشفى ولا اي حاجه، انت حضرتك تتصرفي. قالوا لها ماشي، دخل خلص على الفريق كله، كسبه الماتش. ازاي ده ماشي؟ بعد لما كانوا بيخلصوا الماتش، مره جدته قالت له، انت مره لما تكبر هتبقى احسن لعيب كوره وانا عارفه. فعشان كده كل لما بيجيب جون بيعمل بايده الاثنين، بس انا ماسك بايدي تانية الكاميرا كده، وانا السليبريشن بتاعتي بقى لما اكبر، عشان شايفين السلسله دي، انا كل الناس بتاعتي لبست انا احبها، انا كل ما اجيب احبها الصراحه، كل ما اكبر بايسه نشوف يعني. ماشي، ميسي ابتدى من هو من طفوله بيلعب كوره. ميسي طبعا زي ما انتوا عارفين بيلعب كوره حلو قوي. فالستوري بتاعت ميسي، اول ما ابتدي يلعب الكوره دخل على التلفزيون تقريبا، او دخل يعني في ناس شافوه على الفيديوهات. فميسي عزيزي مره راح لدكتور، و راح لدكتور، والدكتور ميسي تعب شويه، ومره راح لدكتور والدكتور قال له انت ما ينفعش تلعب كوره. قالوا ليه؟ كنت زعلان قوي. ليه؟ لان ميسي كان طوله قصير، فلما يكبر هيبقى قصير، فما ينفعش يلعب كوره وهو قصير قوي كده. فماشي، فاللي حصل ان ميسي قاعد يلعب كوره في اخر ماتشاته، وهو كان فاكر ان دي كانت اخر ماتشاته، كان زعلان، فراح برشلونه شافته، قلت ايه اللعيب جايب التالا ده، لو جبناها ايه هيعمل لنا كمية حاجات ايه جامدة. هو فعلا عمل لهم كمية حاجات جامدة جدا، وقال لهم برشلونة قال لهم انا مينفعش ولازم فلوس اكتر واكتر. فبعدين قال لهم طب انا هدفع لكم فلوس اكتر، واللي اقول لكم لو خليتوه يجوا هناخده عنا ونعالجه ونديله كل الحقن بفلوس، بفلوس مش بفلوس ميسي، قالت ميسي بفلوس. فميسي طبعا وافق وراح يلعب ويدوله الحقن بتاعه وحاجات كتيرة جدا، وفرح طبعا. ولو عايزين تسمع ديتيلز مور في بارت 2 ان شاء الله، لما تجيبوا لي لايكس وسبسكرايبرز وفيوز كتير. يلا سلام.